فطور. تعال بيسألك، تعال اقول لك وقت. صار لك يومين مو على بعضك، شو صاير؟ صاير معك شيء في شيء؟ متضايق على زوزيه، راحت تزور عند اهلها وتركتني لحالي. صار فيها بلا طبخ معناتها؟ ايه بلا طبيخ. يا حرام. طيب تعال اقول لك، انا عزمك على الغداء. ليش تجي طابخ؟ يا سيدي احزي شو طابخ وراح اسكب لك كوسايتين زياده. سهله هي ملوخيه.